مرحبا. هلا اليوم بهيدا الفيديو رح ازرع شجرة البندق، بشيلها من الارض وازرعها بالارض. نحن هلا بشهر 2، الشهر الثاني فبراير من السنة. هلا نحن ببلش الفرع يطلع ويكبر. هلا هذا الشهر مناسب، الشهر ممكن هذا الشهر والشهر الجاي بنفرع من عند جذور الشجرة وبنشيل اشجار صغيرة وبنزرعها بالارض بالمكان المناسب. الشهر الثاني او الثالث ماكسيموم الرابع. شجرة البندق هي بتربى بالاماكن الباردة والعالية. نحن هون بمنطقة معتدلة بساحل جبال الساحل السوري بسوريا بحوض المتوسط. فأنا أول مرة بعرف إنه نحن شجرة البندق بتزبط عنا. هلا هيدي موجودة عنا بالضيعة، هلا رح آخذ منها فرعات وأزرعهم بالأرض. اللي عرفت إنه هي عم بتصير وعم يطلع فيها ثمار. هلا هون أنا رح شيل هيدي شجرة البندق وحشيل الفروع اللي طالعة جديد، الأشجار الصغيرة طبعا رح شيلها بالجذور وأزرعها بالتربة الثانية. أهم شيء نشيلها من الجذور تبعها. بدنا نزرعه مرة تانية شو يعطينا؟ يطلع شجرة تانية. ايوه هيدا تفريع وتجديد الشجر، اكسار الشجر، بدنا نكتر الشجر، ايه؟ اعطوني اعطوني اياه. اعطوني شو؟ اسكو بس من الفرع من فوق. هيك مسكي غلط، لا مسكي هي هيك. تعب تعب شرش هدول.